اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا جبتلكم بقى ايه النهارده، هنجربه مع بعض. بابل جام كبير قوي قوي قوي، دي فيها اكتر من 10 لبان بطعم مختلف. ايه ده، واو، انا بعشق اللبان. بصوا فيها البنات دي، يا لهوي الشريط الواحد فيه 10 لبنات. ايه ده الله، بصوا دول انا جبتلكم بقى 2، ففيهم بقى معانا النهارده لبان كتير جدا جدا جدا. النهارده هنفتح بقى اللبان ده ونفحصه ونكسره ونشوف بقى عباره عن ايه، وندوق طعمه واقول لكم في الاخر ايه رايي فيه. واو انا متشوقه قوي، عجبني في اللبان بتاعتهم. هدوس بقى كده عليهم وانزل واحده واحده. ايه ده الله، بصوا بينزلوا ازاي بسرعه. هدوس بس كده عليهم جامد اهم. بصوا دي كده نزلت 3 اهم. بصوا شكلهم حلو ازاي اهم، حطيتهم كده على جنب. بعد كده ادي كده 4، وادي كده 5، دي كده 6، استنوا لسه بنزل في 5. يامي، شكلهم فعلا هيكون لذيذ جدا اهم. كده 5 لبنات هجيبهم كده بقى احطهم، احاول ان انا ايه اكسرهم بالسكينه. هدوس كده عليهم جامد. شفتوا ايه ده، الحمد لله كسروا على طول ما طلعوش عيني. شكله بص اللبان اللي فيه من جوه عامل ازاي، واو. طبعا ما ينفعش تعملوا التجربه دي في البيت، انا بس اوريها لكم عشان اوريكم اللبان عامل ازاي من جوه. اوكي ده اول لون ازرق معايا، برضو معايا بقى نفس الطعم بالظبط. هدوق اول واحد بقى معايا. طعمها حلو قوي، اللي هي لونها اصفر دي. هدوق بقى واحده تانية واقول لكم برضو ايه رايي فيها، تحس ان هي بطعم الليمون. نشوف بقى واحده تانية كده اللي هي لونها ازرق، نشوف بقى دي بطعم ايه. طعمها برضو جامد جدا، مزة كده شوية عن الطعم الأصفر، بس طعمها برضو حلو قوي. أنا بحب اللبان جدا. تعالوا بقى ندوق ليه واحدة تانية اللي هي طعمها اللي هي لونها بامبا دي، عايزة ادوقها أو الحمرة. هدوق بقى البامبا. كده بقى دلوقتي في لبان كتير قوي في بقي. أنا بحب اللبان قوي، انا عارفه انتوا كمان اكيد بتحبوه. فاضل لي كده بقى اخر واحده الحمراء، هدوقها بقى برضو. يعني طعمها كمان جميل جدا، واو حلو قوي اللبان الكتير قوي ده. هو في حاجات مزه شويه بس مش مشكله، الباقي طعمه حلو جدا. تعالوا بقى احنا هنعمل تجربه ان احنا نحط 10 لبنات كلهم في بقي مره واحده، ترى بقى ايه اللي هيحصل. واو انا متشوقه قوي متحمسه جدا. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هحط بقى العشرة دول كلهم في بقي. مستعدين؟ 1 2 يا لهوي مش عارفه اتكلم، لبان كتير قوي في بقي. كلهم طعمهم حلو قوي. اتمنى يا اصحابي يكون الفيديو عجبكم، بليز ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.